بسم الله الرحمن الرحيم. ده الجزء الثاني لطريقه القياس بقى بتاعه التسريب. طبعا الجزء الاولاني انا سايب الديسكربشن بتاعه تحت. احنا دلوقتي خلاص اوكي، لقينا ان في بعد القياس ان مثلا طلع 5.6 فما فوق من الامبير في القياس. طيب هنعرف بقى ازاي فيه. الطريقه السهله اللي احنا هنشوف الفيوزات. طيب هنقيس ازاي الفيوز بقى؟ في ناس الاغالب بيعمل ايه، يشيل فيوز فيوز ويعمل. طبعا الطريقه دي مش صح، يعني الطريقه الاسهل والفيوز حتى متصمم على الشكل دوت. ده شكل فيوز اهو، في منه صغير وكبير بس نفس الشكل ده كده. في حاجه هنا، في نقطتين تلامس هنا، دول طبعا مش معمولين زينه او معمولين كده على الفاضي، دول معمولين عشان القياس الفيوز ما تشالش من مكانه. النقطتين دول محطوطين كده في العلبه بتاعت المكان بتاعهم. بتجيب التستر ونجيبه طبعا على الفولت، بنجيبه على 2000 ملي فولت ونحطهم هنا ونقيس. طبعا في ناس تقول لي مش ممكن هيقيس الكلام ده. طبعا ده انا دلوقتي الجزء العملي هنشوفه واثبت لكم ازاي بيتقاس. طيب المهم العملي هيبين بقى الكلام ده. طيب انا دلوقتي لقيت ان في هنا في تسريب في الفيوز ده. هنفتح هنبص في ظهر العلبه او في وش العلبه، غطى الفيوزات في الظهر بتاعها من جوه او من على الوش، رقم الفيوز ونشوف في كتالوج او هو مكتوب عليه في غطا العلبه نفسها ده بتاع ايه، بتاع الكاسيت. يبقى هنشوف مثلا الكاسيت، هنشوف يعني المهم حددنا الدايره وخلاص. هنشوف دلوقتي الجزء العملي على طول ازاي اثبات الاول ان ده بيتقاس على التوازي بيبقى فيه فولت، وازاي بعد كده نقدر نصلح الجزء او الدايره اللي فيها المشكله دي. هنا احنا هنشوف الجزء النظري ازاي هيتقاس الفيوز وهو جوه الدايره في السلك بتاع العربيه، يعني ازاي هنقيس فرق جهد على التوالي. طبعا الناس هتقول مش ممكن الاثنين هيبقوا زي بعض. هو الكلام ده صح لو الفيوز ده ما فيهوش مقاومه. الفيوز فيه مقاومه، هنشوفها في الجزء العملي. لازم يبقى فيه مقاومه عن السلك ده، لازم المقاومه عشان لو حصل ماس او شورت في الدايره دي لازم هو اللي يتقطع الاول. فدي الدايره البسيطه كده مفيش فيوز فيها، الكهرباء هيمشي، التيار هيمشي من الموجب للسالك. لو انا حطيت طرف الافوميتر في السلك ده من الناحيه دي للجنب ده هيديني زيرو فولت، لان مفيش الفولت هو اللي ماشي من الجنب ده للجنب ده كله حته واحده، فهيدي زيرو فولت. طيب حطيت بقى الفيوز اللي هو يعتبر نوع من المقاومه في نفس الدايره، هتبقى ماشي الفولت هنا، هنا في مقاومة، فالتيار نمرة واحد هيقل نتيجة الفيوز ده، هيطلع تيار اتنين. يعني لو ده داخل 6 فولت أو 12 فولت هيطلع 11. هيطلع لي هنا لما يتقاس بالافوميتر قبل وبعد دخول التيار في الفيوز هيديني الفولت قد إيه. طبعا هو ما بيتقاسش بالواحد فولت، طبعا ده أجزاء من 100 من الفولت، بس يثبت إن في تيار كهرباء ماشي في الدايرة دي. هنشوف بقى في العملي ازاي هيبقى الشكل ده عامل ازاي. هنا بنحط الافوميتر على 2000 ملي فولت، بنحط طرفين الافوميتر ونقيس البطاريه قوتها قد ايه، هتطلع 1424 ملي فولت، يعني 1.4 من الفولت. هنشيل بقى طرفين الافوميتر ونحط الفيوز مكانهم، نقفل الدايره كانها بالظبط في علبه فيوزات العربيه ونشوف التيار اللي ماشي قد ايه في الدايره دي. هنحط طرفين الافوميتر في النقطتين التلامس بتوع الفيوز ونشوف هيدي قد ايه ميلي فولت. 2 ميلي فولت. يبقى كده احنا لو قيسنا كده يبقى في تيار ماشي في الدايره دي ونعرف ان هنا في شورت او تلامس او قفله. هنشيل بقى البطاريه ونقيس. طبعا لما على الملي فولت بياخد 10 ثواني او 5 ثواني عشان يفرغ الشحنه. كده اهو كده الدايره فاضيه، المفروض بيدي صفر.
مفيش اي فولت ماشي في الدايره خالص، يبقى الدايره دي سليمه. وكده نتاكد ان احنا قسط العربيه تمام، ونشوف دايره تانية نشوف الشورت جاي منين.